يدور الو يدور كلاب. النجاح نتاعي راهو صدفه على الاخر، على خاطر انا كيما قلت لك قريت صحافه ومن بعد دخلت لليوتيوب، عملت فيديوهات على اليوتيوب، وبالفيديوهات هذوما تعرفت في تونس، دونك وليت سوليسيتي في تونس باش نجي نخدم لهنا. والله اسباب شخصيه جدا مادي على خاطرك، معناتها الطموح الاول تاو الاوبجيكتيف الاولاني انه نعمل ايميسيون، بطبيعة ايميسيون اللي في مخي انا مش هكاك ايميسيون، عندي كونسيبت نحب عليه عندي برشا وماذا بيا نخدمه وان شاء الله تجي الفرصه. والله البرنامج اللي نحلم نشطه هو جوشو اللي في مصر ويان بارتيز في فرنسا، ذوما متاثر بهم على الاخر، معناتها كيما نقولوا ليكول نتاعي اللي متعلم عليهم الذمار بالاكتواليتي. ديجا بديت في برنامج على اليوتيوب، بديت برنامجي في الوقت كيما وعدتكم بالضبط، خاطرني راني امور وقت ما فادلكش، اما ماذا بيا يولي اكبر وفي التلفزه، دونك هذاك هو معناتها البروجي اللي في مخي تاع. واهم حاجه بروتيجي فو. ما سخنتش براستي في القنوات، والله صدف وفرص، وبديت بشويه بشويه لين الحمد لله توا في القناة الأولى في تونس. بون اكتشفوني هم على اليوتيوب، وقتها كنت نعمل فيديوهات اكتشفوني وعيطولي باش نخدم في الإيميسيون، كانت أوبورتينيتي باهية ليا أنا فيك قعدت معناتها ما خدمتش من الوطنية، فماش العلاقة ماهيش خايبة، كانت علاقة معناتها كنا فيوزيونيل، ومن بعديك صاروا حاجات اللي انا ما نحبش نحكيهم، اما ما معناتها خيرت اني نخرج من معناتها من البرودكسيون نتاعو من جودي تو. ما نحبش نقول كلمه صحافي خاطر الدبلوم ما عنديش، اما بريسك صحافي مثالك بريسك صحافي، دونك ابار هذاك انا ارتيست. اهلا بكم في ديفي الخير، كل حلقه باش نمشيو العائله محتاجه ونشوفوا شنو ناقصهم باش يعديوا رمضان في خير. شخصيا بدلت برشا حاجات في حياتي، وان بلوس حاجه ما كنتش نخدمها قبل، معناتها ما كنتش عمري لا تصورت نهار باش نعمل حاجه كيما ديفي الخير في التلفزه، دونك حتى مهنيا بدلت لي النظره نتاعي، تعلمت التيران في الخدمه وكل شيء. وشخصيا ما نعرفش حتى الفلوس ولات عندي انا معناتها حسابات اخرى معاها، ما عادش كيما قبل. انا قلت راني جاي من فاميليا وانت وفر لي كل شيء، معناتها ما الحقيقه واحد يقول ما عشتش الفقر وما عشتش معناتها محتاج لحتى شيء. ومن بعد الكلام هذا الكل تأول في ارتيكل منقوش بالكدا معناتها من عند صحفيه في بريس الكترونيك، وبدلوها قالوا راهو انا نسكن في حي راقي وما كنتش نعرف الفقر، الوركو انا ما قلتش ما نعرفش الفقر، قلت راهو ما عشتش الفقر، عشت معناتها الحمد لله لاباس. اكثر حلقه انا ماركيتني على الاخر اللي هي اقل حلقه ذا اللي فيها فلوس، اللي هي حلقه سانفارا، على خاطر سانفارا كان ملي جيتو نهارتها للدار كان بقلبه رب، معناتها باش يدبر فلوس، ما دبرش سوم كبيره، ماهيش قوه في معناتها قداه نومبر الشيفر حكايه فارغه، هو قداه باش تهز للعائله شنو يحبوا هما وكا. حلقه ايمان شريف، مراه تعيش في وكاله، تعيش في وكاله وعندها زوز بيبيات، هذيك اكثر حلقه ماركيتني، ما روحت حتى للدار مريض معناتها من نهارات. وقت عملت حلقه جي سي سي وكنت نازل شويه على محمد علي بن جمعه، وانا احترم الفنان هذيك على الاخر ما نحبه برشا، وتفاجات اللي من بعد البرودكسيون بتاعي اللي يخدم معنا وقتها دالي دمق قال لي راهو تغشش وما عجبتوش، وحتى من بعد بعثت له ميساج في الانستغرام وكل، قلت له راني معناتها نحترمك برشا وكل وراهو خاطرني نحبك، هذاك علاش معناتها كان جيت ما نحبكش ما نحطكش في الكرونيك نتاعي جمله، وما جاوبش تو ما جاوبش. برشا منافسين، فما سليم مسيو في الويب، فما شكون اور سوجي، فما هاشم قدوش،
برشا منافسين، اما انا كاميرا فيكس وميكرو نحكي هكاها، وهذوما يصوروا ويعملوا دي سيتواسيون وكل شيء، وخدمتهم تعب اكثر بالكشي. ذكي، مبدع، فنان كبير برشا، أمين لي مين بخلي، محبول، برشا ضحك. إن فيت مرتي راهي ضامرة برشا، دونك حتى كي تصير هكا فازة والحكاية ديما تلقفها بضحكة وتفادليكة، دونك أما كول ياسر مرتي وفاهمة الوضعية معناتها دوس على الاخر مع الوضعية وما تنرفزش أما وقت تتشنج. اللي حبوا يعملوه الحقيقة يعملوه، معناتها الدومين نتاعنا مش سهل، صعيب، مش كان معناتها مش كان خدمة، صعيب زادة للمخ، صعيب للبدن، العباد اللي معناتها دايرة بالدومين هذايا ماهمش الكل قلوبهم باهية، معناتها لازم يتعلموا برشا حاجات كيفاش يتصرفوا باش يدخلوا الدومين الاعلام، دونك اللي يحبوا يعملوه يعملوه، اما نشجع خاطر دوميننا نحنا ماجيك كيما نقولوا انتر جيومي، حاجه مزيانه برشا، وانا ياسر فرحان وياسر فير اللي انا في الدومين هذا الحق. عيار، سبير، سامر، تاكسي، بيسي، نجلة، منال عمار، كافون، ركشة في الدار. اوي اوي ما الاختيار لهنا، تلفزة ونمشو بها لليوتيوب. راديو، نحب الراديو، راب، كيستي يخسر. السنه عملت 4 سنين تلفزة، دونك كان انا مازلت موجود في الاعلام بتيت كارير هذيا سي جراس للجمهور خاطر يحبوني ويطلبوني، دونك نحبهم برشا وميرسي، وان شاء الله تشوفوا مني حاجات ما اكبر وما احسن وفي الحوار، نحبكم برشا. كلاب دو فان يا لارنيب.